اهم حاجه طبعا واللي حضراتكم كلكم مستنينه هو سعر العربيه. سعر العربيه الاي دي 4 بنتكلم في حاجه نبتدي بيها وهو الموتور اللي موجود في العربيه الاي دي 4. زي ما حضراتكم شايفين الكبوت مش بيجي معاك بمساعدين وما فيش فيه عازل، لانك مش هتحتاج العازل، لان العربيه طبعا زي ما حضراتكم عارفين ما فيش فيها اي اصوات نهائي، مصفحه بمصفحه اسفل الموتور، مش هتشوف اي حاجه حرفيا موجوده تحت في الارض. العربيه بتتقدم بموتور 150 كيلو وات 201 حصان ببطاريه 84 كيلو وات. العربيه بتتسارع من 0 ل 100 في 6.6 من 10 ثانيه، والعربيه بتمشيك في الشحنه الواحده من 480 ل 550 كيلو، طبعا على حسب مشيك وعلى حسب تشغيل التكييف وعلى حسب المطالع والمنازل اللي موجوده في الطريق. لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود في العربيه الاي دي 4، زي ما حضراتكم شايفين الاضاءه النهاريه اللي بتيجي ال اي دي، والفانوس طبعا بيجي كله معاك ال اي دي، ولوجو فولكس الوسط اللي طبعا كله بيجي معاك بيقيد بالليل، الخلفي برضو بيقيد معاك بالليل. العربيه موجود فيها سنسور امامي وموجود فيها سنسور خلفي وموجود فيها كاميرات 360 درجه، ديت اول كاميرا موجوده معانا. طبعا الشبكه الاماميه زي ما حضراتكم شايفين اللي بتيجي كلها باللون الاسود اللامع. نيجي هنا جنب العربيه، فاول حاجه عينيك هتيجي عليها هو الجنط الضخم جدا اللي بيجي معاك 20 بوصه. شكل الجنط بصراحه اللي راكب على العربيه ضخم وكبير جدا. العربيه موجود فيها مرايات ضم كهرباء، اشارات في المرايات وباقي الكاميرات ال 360 درجه اللي موجودين في المرايات. اكرة بتاعت الباب اللي شكلها برضو شيك ومميز جدا. الزجاج الفيمي الخلوص الارضي اللي موجود في العربيه هو ممتاز وهو كويس ومش هيحك معاك في اي مطبات من المطبات اللي موجوده في الشوارع بتاعتنا. هنا يعني مخرج الشاحن بتاع العربيه اللي موجود فيها الشاحن السريع والبطيء الاي سي والدي سي. نيجي دلوقتي مع حضراتكم نشرح شكل العربيه من الخلف، تابعونا. زي حضراتكم شايفين شكل العربيه من الخلف اللي ما يختلفش جمالا عن مقدمه العربيه. طبعا الاضاءه اللي موجوده في العربيه اللي شكلها شيك جدا جدا، وطبعا الاضاءه دي كلها بعرض الشنطه بتقيد معاك بالليل. السبور الخلفي، الزجاج الفيمي، الكاميرا الخلفيه والسنسور الخلفي اللي موجود معانا في العربيه. طبعا الشنطه بتيجي معاك كهرباء. مساحه الشنطه اللي موجوده في العربيه الاي دي 4 بتيجي معاك 550 لتر، كبيره كبيره جدا وممتازه، وتقدر تنام الكراسي اللي موجوده في الكنبه الخلفيه برده وتكبر معاك مساحه الشنطه اكبر واكبر. معاك طفايه الحريق ومعاك الشاحن اللي بتقدم بيه العربيه، معاك شنطه العده، الكوريك وكل التفاصيل بتاعه العربيه موجوده معاك في الشنطه. العربيه فيها اضاءه خلفيه وموجود او مش موجود للاسف معاك مخرج 12 فولت، هو مكانه هنا بس مقفول متشال من العربيه. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح المساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه، تابعونا. فالمساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه في العربيه الاي دي 4 ممتازه وكويسه جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين المسافه اللي ما بينه وما بين الكرسي الامامي ممتازه وكويسه جدا جدا، نفس الكلام المسافه اللي ما بينه وما بين السقف والقايم اللي مش هيعيقك نهائي وانت داخل او وانت خارج. العربيه هتاخد معاك 3 اشخاص هيقعدوا مرتاحين في الكنبه الخلفيه، مش موجود معاك نهائي نفق فتيس، معاك فتحات تكييف خلفيه ومعاك مخرجين برضو يو اس بي، مسند يد وسطي وموجود فيه 2 كاب هولدر. الفرش طبعا اللي موجود كله في العربيه بيجي معاك من الجلد، ايدك لما تيجي على اي حاجه موجوده في العربيه الملمس بتاعها ممتاز، الملمس بتاعها كويس جدا جدا. الاكره طبعا بتيجي معاك من الكروم، والجزء اللي تحت ده كله بيجي معاك من البيانو بلاك. معاك اضاءه بتيجي معاك تاتش في العربية، برضو حاجة ممتازة وكويسة جدا جدا. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح الصالون الامامي اللي موجود في العربية الاي دي 4، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم داخل الصالون الامامي للعربية الاي دي 4. ده هو مفتاح العربية، تمام كده. اول حاجة ندور مع حضراتكم العربية، زرار الستارت ستوب انجن بيجي معاك هنا من الجنب، تمام. دور كده معاكم
كده العربية دارت معانا. وزي ما حضراتكم عارفين العربيات الكهرباء اللي ما بتطلعلهاش أي صوت نهائي عربيات بصراحة ممتازة للناس اللي بتحب الهدوء، للناس اللي ما بتحبش الوش، العربيات ديت هي ممتازة ليها جدا جدا. يعني انت عندك شاشة العدادات اللي فيها كل المعلومات اللي اي حد بيقدر ان هو يحتاجها. نرجع هنا لورا، فانت عندك الطارة اللي بتيجي كلها معاك مالتي، فيها مثبت ومحدد سرعة، اوامر صوتية، التحكم في المالتي ميديا، وكل جزء موجود في الطارة بيجي معاك تاتش. العربية يعتبر مفيش فيها اي زراير نهائي. نيجي هنا على الشاشة اللي على الجنب، شاشة المعلومات. نبص كده مع حضراتكم على الريزوليوشن اللي موجود في الكاميرا الخلفية ديت، اهي الكاميرا اللي موجودة معانا في العربية. العربية زي ما قلت لحضراتكم موجود فيها كاميرات 360 درجة. الجزء دوت هنا ده بتاع الفتيس، هنا بتيجي يمين تجيبه لفوق تجيبه لتحت، بتقدر تتحكم في كل حاجة من عن طريق الفتيس. والجزء بتاع البارك موجود هنا معاك، بتقدر تدوس على الزرار دوت بتجيب العربية تاني على البارك. تمام كده. طبعا الشاشة ديت موجود فيها تفاصيل كتير جدا جدا، احنا لو قعدنا نشرح كل جزء موجود فيها طبعا الفيديو معانا مش هيخلص. زي ما انتم شايفين الجزء برضو اللي تحت ده كله بيجي معاك تاتش، هنا بتقفل وتشغل الشاشة، وهنا التحكم في التكييف، وبتعلي وبتصوت وبتوطيه من برضو الجزء دوت. زي ما حضراتكم شايفين هنا ده الزرار بتاع الانتظار، كل حاجة موجودة معاك تاتش. هنا ديت فتحات التكييف زي ما حضراتكم شايفين، الاتنين كاب هولدر، الشاحن الوايرلس ومخرجين اليو اس بي. بص هنا على الكونسول الوسطي زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. والجزء ده كله طبعا بيجي معاك من الجلد. بص هنا مساحة التخزين متوسطة. الخامات الجزء اللي فوق ده كله بيجي معاك سوفت تاتش، والجزء اللي تحت كله بيجي معاك من البلاستيك. خامات عموما اللي موجودة في العربية ممتازة وكويسة جدا جدا. هنا الخامات اللي موجودة في الباب، مسند الجزء ده كله بيجي معاك من الجلد، واللي فوق بيجي معاك بلاستيك اكرة من الكروم، وحواليها برضو معاك بيانو بلاك، والجزء ده كله برضو بيجي معاك من البيانو بلاك. معاك مراية ذاتية التعتيم، هنا معاك اضاءة في الشماسة ومراية، وهنا نفس الكلام معاك اضاءة. الجزء ده كله هنا بيجي معاك تاتش، تقدر تفتح فتحة السقف من عن طريق الجزء ده زي ما حضراتكم شايفين. بس كفاية كده، نقفلها تاني. تمام، دي كده كانت كل التفاصيل اللي موجودة في العربية الاي دي 4. نقف بقى دلوقتي مع حضراتكم على اخر واهم جزء في الفيديو، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو، لو هنتكلم على الاوبشن اللي بتتقدم فيه العربيه الاي دي 4، فبتيجي بكراسي كهرباء، سخانات في الكراسي، سقف بانوراما، بصمه، نقط عاميه. الكراسي طبعا موجود فيها، بتيجي معاك جلد في الكنتاره، محافظه على المسار، كاميرات 360 درجه، امبويت لايت 64 لون، مثبت ومحدد سرعه، ركن ذاتي، اوامر صوتيه، سنسور امامي وخلفي، ومرايات ضم كهرباء، والتحكم في المرايات طبعا بيجي معاك كهرباء. دي كل التفاصيل اللي موجوده في العربيه الاي دي 4. زي ما حضراتكم متابعين، احنا اغلب الفيديوهات دلوقتي اللي احنا بنصورها 70% او اكتر من 70% من الفيديوهات اللي احنا صورناها خلال الشهر اللي فات هو كلها لعربيات كهرباء، هي ديت اللي بقت متوفره في السوق المصري، والتوجه العام كله برضو رايح للعربيات الكهرباء، فهي بقت امر واقع لينا كلنا. ده غير طبعا ان هي موفره توفر من هنا للصبح. دي كده كانت كل التفاصيل اللي موجوده في العربيه الاي دي 4. لو في اي حاجه احنا نسيناها اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهنرد على حضراتكم. ما تنساش تعمل اشتراك الجميل بتاعنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيجي فيسبوك هنحط اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، بيبقى عليه ابديت باسعار العربيات، وبنتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.